السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي القناة والمدونة. كما كتشوفوا اليوم عندنا هاتف نوكيا 108، يعني الار ام 944. كما كتشوفوا فيه مشكل ديال هنا السماعات، هنا هاد السماعات ظاهرة هنايا لما نكونوا واضعين السماعات. كما كتشوفوا هو الهاتف كما كتشوفوا هنايا السماعات طالعه لينا هنايا. نشوف الطريقه كيفاش غادي نحيدوا هذا المشكل اللي عندنا. اذا كما كتشوفوا هنايا بالنسبه للمشكل كيكون في هذا المكتف اللي كاين هنايا، ها هو بجانب كيكون بجانب الكاميرا كما كتشوفوا هذا المكتف الموجود هنا. سوف نقوم بإزالة هذا المكتف وإن شاء الله سيكون هناك حل لهذا المشكل. هذا المكتف يمكن تعويضه، إذا كان عندك شي مكتف آخر قم بالتعويض، إذا ما كانش ممكن تقوم بالحذف دياله وغادي سيتم حل المشكل. كما كتشوفوا لقينا متفح هم، سنقوم بتنظيف بجيبيتر. إذن الآن لقد تم إزالة ذلك المكتف، سوف أقوم بتشغيل الجهاز مرة أخرى. إذن كما تشوفوا هنايا لقد تم حل المشكل بنجاح، مبقاتش عندنا السماعات طالعين هنا. هاد المشكل ديال السماعات هو اللي تيخلي بأن هاد الباف اللي تيكون صغير هنا إلا دوزنا المكالمات ما كنسمعوش الصوت، حيتاش كيكون الهاتف بحال قاري لينا السماعات واخا ما كاينينش كيكون يقرا لينا السماعات. إذا ملي كيكون عندنا المشكل ما كيبقاش يتسمع لينا الصوت في هاد الباف هنايا. اما ملي كنحيدو المشكل دابا بحال دابا، دونك دابا غيخدم لينا هاد الباف بشكل طبيعي وعادي ان شاء الله.